السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فوازير رمضان ملوك الفراعنة، وهي فوازير بنسأل فيها في 30 حلقة من أيام رمضان عن 30 ملك من ملوك الفراعنة. اللي يعرف الإجابات بتوع 30 ملك يكتبها في التعليقات، واللي هيجاوب على أكبر عدد من الحلقات بشكل صحيح هيكون لي جايزة، واللي بيلقي الحلقات معانا بالهول اللي اتجمع حواليه الناس وقالوا له يلا قول لنا فزورة النهاردة، فوقف وسطهم وقال لهم: حكم 67 عام، ده بطل قادش الهمام، صاحب أقدم معاهدة سلام، تمثاله في مصر كان في أشهر ميدان، واقف لعشرات السنين، بعدها اتنقل في احتفال سعيد للمتحف المصري الجديد. مرة تانية، كم السلام. حكم 67 عام، بطل قادش الهمام، صاحب أقدم معاهدة سلام، تمثاله كان في أشهر الميادين، واقف لعشرات السنين، بعدها في احتفال سعيد اتنقل للمتحف المصري الجديد. اللي يعرف الإجابة الصحيحة يكتبها في التعليقات، وزي ما قلنا اللي هيفوز معانا في نهاية الحلقات وهيعلن اسمه هو أكتر واحد هيجاوب على عدد حلقات صحيح، وإذا تساوى 2 في عدد الحلقات الصحيحة فهنختار الشخص. طبعا حلقة النهاردة سهلة جدا ومضمونة، وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.